معلم الاجتماعيات لصف الثاني ثانوي مستوى الرابع إنساني. اليوم حنتكلم عن الأقاليم الصحراوية. الحصة الماضية تكلمنا عن الإقليم الاستوائي، تكلمنا كذلك عن الإقليم المداري وفصلنا في المداري أنجزنا. اليوم حنتكلم عن الإقليم الثالث من الأقاليم الطبيعية اللي هو الإقليم الصحراوي. حنتكلم عن ما هو الإقليم الصحراوي. الإقليم الصحراوي يقول لك هذه صحراء واضحة أمامنا الصورة، صحراء رملية وكلنا نعرف الصحاري. ما هي خصائص المناطق الصحراوية؟ يقول هي تلك الأقاليم التي تمتاز بندرة الماء، بندرة الماء، وتتصف بالجفاف، ندرة ماء ومنطقة جافة سواء كانت باردة أو حارة، ويقل فيها مقدار المطر السنوي عن 250 ملي، بحيث لا تسمح بالزراعة الواسعة، أنك تسمح مزارع كبيرة، وتغطي الصحاري هذه ما يقارب من ثلث يابس الكرة الأرضية. صار عندنا الثلث اليابس كلها صحاري في الكرة الأرضية. صار عندنا أول شيء من خصائصها أنها تمتاز بندرة الماء، وأنها منطقة جافة، وأنها تشكل ثلث مساحة اليابس. نكتبها هنا، أول شيء ندرة الماء، وأنها منطقة جافة، وأنها تشكل ثلث مساحة اليابس. هذا الأولى، هذا أول خاصية من خصائص المناطق الصحراوية. طيب نرى شريحة أخرى لدينا هنا، أنواع الصحاري. هل كلها حارة زي اللي نراها عندنا صحاري رملية؟ نرى، تقسم المناطق الصحراوية في العالم وفقا للأحوال المناخية. خلهك معك، وفقا للأحوال المناخية إلى ثلاثة أقسام: صحاري حارة، هذه الأولى، الثاني صحاري معتدلة، هذه الثانية، وصحاري باردة هذه الثالثة. صحاري حارة، صحاري معتدلة، صحاري باردة. كيف تقول لي يا أستاذ أنت بتتكلم عن صحاري حارة؟ بنعرفها رمال، كيف صحاري باردة وصحاري معتدلة وصحاري باردة؟ شوف معايا باللون الأحمر، هذه المملكة العربية السعودية، باللون الأحمر هذه الصحاري الحارة، واللون الأخضر صحاري معتدلة، واللون البني صحاري باردة. فهذه أنواع الصحاري في العالم وتوزيعها، وبتكلم عن كل نوع لوحده من ناحية جوه ونباته وحيواناته. واضح؟ الأولى تقسيم المناطق الصحراوية وفقا للأحوال المناخية ثلاثة: حارة ومعتدلة وباردة. نشوف شريحة أخرى لدينا، الصحاري الحارة. هذه الصحاري الحارة اللي تكلمنا عن أولى أنواعها. ما هي الصحاري الحارة؟ من الصورة واضحة لدينا فوق إنها منطقة صحراوية جافة لا يوجد فيها ماء. تمتد الصحاري الحارة أين تمتد؟ في غربي القارات، بين درجتي عرض 18 و30 درجة. أين؟ شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء. المناطق الموجودة بين 18 و30 حتلقى فيها مناطق صحراوية، في المنطقة هذه، هنا كذلك، هنا في الجنوب، هنا هنا، وكذلك هنا. فصار تمتد في غرب، طيب غرب القارات، هذا الارتفاع غرب القارات. هذه قارة آسيا جاية في جهة الغرب، قارة أفريقيا في جهة الغرب، قارة أمريكا في جهة الغرب، قارة أمريكا الجنوبية في جهة الغرب، قارة أفريقيا في جهة الغرب، قارة أستراليا في جهة الغرب، فتسمى غربي القارات. كل غربي قارة تجد الصحاري الحارة موجودة في المكان هذا بين 18
وثلاثين درجة شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء. هذا أول نوع من أنواع الصحاري، صحاري حارة. نروح شريحة أخرى. طيب ماذا يميز الصحاري الحارة؟ هذا كلام طويل يحتاج الطالب إني أول شيء كبر المدى الحراري اليومي والسنوي. الحرارة في اليوم في الليل مثلا تلقاها مثلا في الشتاء أو في الصيف توصل مثلا في الليل إلى 15 وفي النهار توصل 40. كبر المدى الحراري اليوم والسنوي، قلة السحب هذه في الصحاري، قلة السحب وانخفاض الرطوبة. تلقى مشيت في الصحراء تلقى ما في سحب والرطوبة قليلة جدا. ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف 50 درجة. هل تقدر تروح للبر عندنا في الصيف؟ لا تستطيع بسبب الحرارة الشديدة توصل إلى 50 في الرياض، وهي بعيدة شوية عن الصحراء ولكنها توصل 45-47. يقول لك ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 وانخفاضها في الشتاء العكس إلى ما دون الصفر. صفر في الشتاء، لا تستطيع أن تبيت في الصحراء بسبب أن الجو بارد جدا توصل إلى صفر. أكثر جهات العالم جفافا، أكثر جهات العالم جفاف، لا يوجد فيها أي رطوبة. طيب ليش؟ لماذا هي جافة؟ حنا وصلنا 1 2 3 4، حنكمل نخلص هنا وحنكمل 5 6. طيب نتكلم ليش هي جافة؟ الصحاري لماذا تكون جافة؟ بسبب أنها تقع في مناطق الضغط المرتفع. طيب ما هي مناطق الضغط المرتفع؟ يقول لك فلا تجذب إليها الرياح المحملة بالبخار. نحن نعرف ودرسنا أول أن الرياح المحملة ببخار الماء الممطرة تتحرك من مناطق الضغط المنخفض إلى مناطق الضغط الجو المرتفع. الرياح تتحرك عكس من مناطق الضغط الجو المرتفع إلى مناطق الضغط الجو المنخفض، فتلقى الصحاري توجد في مناطق الضغط الجو المرتفع فتلقاها جافة، الرياح ما تجي لها عكس. الثاني من أسباب الجفاف هبوب الرياح المحملة بخار، حتى لو جت بخار ماء إلا أنها لا تسقط أمطار. لماذا؟ بسبب ارتفاع الحرارة، فالحرارة في الصيف توصل 50، بخار الماء اللي جاي والرطوبة الجاية تقضي عليها الحرارة المرتفعة اللي توصل 50 درجة. هذا الأول، كبر المدى الحراري اليومي، قلة السحب وانخفاض الرطوبة، ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 وهي أكثر الجهات. خامسا، أمطارها غير ثابتة من حيث مقدارها وتبع. طيب كيف غير ثابتة؟ مثلا عندنا في الصيف الآن في السنة هذه ما يجينا المطر يوم يومين 3 أيام في السنة، مطر غير ثابت. وفي لحظات لحظة من اللحظات راح يوصل المطر بكميات كبيرة على حسب إعصار قادم أو موجة أمطار قادمة، فتقدر تنزل بكميات كبيرة، أمطارها غير ثابتة. ولكن لا تستفيد منها الصحاري. لماذا؟ لأن تربتها مفككة فتتقل إلى باطن الأرض. هذا الخامس من مميزات المناخية. السادس، كثرة ساعات شروق الشمس. كثرة ساعات شروق الشمس في فصل الصيف والشتاء حيتصل عندنا إلى 14 ساعة الشمس طالعة على الصحاري الحارة. 14 ساعة حتلقى الحرارة فيها مرتفعة، حتى في الشتاء تلقاها 14 ساعة فتلقى الحرارة فيها مرتفعة. طيب السعودية، يقول وتدخل معظم أجزاء المملكة العربية السعودية في نطاق الصحاري الحارة، في نطاق الصحاري الحارة. هذا من أهم النقاط عندنا هنا، النقطة هذه مميزات المناخية للصحاري الحارة، كبر المدى الحراري اليومي والسنوي، قلة السحب وانخفاض الرطوبة هذا للصحاري، ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف إلى 50 وانخفاضها في الشتاء إلى ما دون الصفر، أنها أكثر جهات العالم جفاف،
وأن أمطارها غير ثابتة من فصل إلى فصل، وكثرة ساعات شروق الشمس التي تصل إلى 14 ساعة في اليوم، والمملكة العربية السعودية هي من ضمن الأقليم هذا. حنطلع للنقطة أخرى، نطلع نقطة أخرى. خلصنا الصحارى الحارة، عشان نكون في الفور ما نضيع، عندنا صحاري حارة ومعتدلة وباردة. ما هي الصحاري المعتدلة؟ يقول لك هي صحاري تقع في الأجزاء الداخلية من القارات، في الأجزاء الداخلية من القارات، ما توجد على السواحل. في الصحاري المعتدلة توجد في الأجزاء الداخلية بين دائرتي عرض 40 و60، شمال وجنوب. حنرجع للخريطة عشان تشوف الكلام هذا، شوف معايا، تقع بين 40 و60 شمال خط الاستواء وجنوب خط الاستواء، من 40 إلى 60، من 40 إلى 60 شمال وجنوب. طيب في أي مكان في العالم؟ هل توجد في كل مكان من 40 إلى 60؟ لا، توجد مثلا في وسط آسيا، في أمريكا الشمالية، وسط آسيا زي ما احنا شايفين باللون الأخضر، وفي أمريكا الشمالية هنا. طيب ليش تقول لي أنت تقع شمال الجنوب وأنت ما ذكرت لنا إلا في جهة الشمال؟ طيب في الجنوب ما في أخضر؟ لا، توجد في إقليم اسمه باتاغونيا في أمريكا الجنوبية. باتاغونيا هنا يقع في الرأس، هنا بين الأرجنتين وتشيلي، بين الأرجنتين وتشيلي يقع إقليم باتاغونيا، وهو من ضمن الصحاري المعتدلة. المفروض أنهم حاطين نقطة خضراء هنا عشان يضاف. طيب ماذا يتميز فيه؟ يتميز فيه أن نفس الكلام، أقل من 250 ملي سقوط أمطار في الشتاء، بارد، مناخها بارد فصل الشتاء، وفي الصيف مرتفع درجة الحرارة، والرطوبة 30%. طيب مثل زي الصحاري الحارة، في الشتاء بارد وفي الصيف حار والرطوبة قليلة. طيب مثل زي صحراء كازاخستان، هنا كازاخستان، وصحراء جوبي في الصين، في منغوليا والصين. هذا أمثلة الصحاري المعتدلة. حنرجع أعيد لك، الصحاري المعتدلة هي صحاري تقع في الأجزاء الداخلية من القارات، لا ما تقع على السواحل زي الصحاري الحارة، تقع في الأجزاء الداخلية بين 40 و60 شمال وجنوب خط الاستواء. طيب أين توجد؟ توجد في وسط آسيا، في وسط أمريكا الشمالية، في إقليم باتاغونيا في أمريكا الجنوبية. طيب ماذا تتميز فيه؟ أنها قليلة الأمطار، أقل 250 ملي في السنة، مناخها بارد في الشتاء وحار في الصيف، ولا تتجاوز الرطوبة 30%. ومن أمثلتها إقليم كازاخستان وإقليم جوبي في منغوليا وفي الصين. هذا المناخ الصحاري المعتدلة. حنطلع منطقة أخرى ننظر ماذا لدينا هنا. دخلنا في الصحاري الباردة. ما هي الصحاري الباردة؟ النوع الثالث من أنواع الصحاري. هذا الصحاري الأولى، صحاري حارة، صحاري معتدلة. الآن حنتكلم عن الصحاري الباردة. ما هي الصحاري الباردة؟ هي الإقليم القطبي، من اسمه إقليم قطبي، منطقة باردة. صورة، شوف كل الأرض ثلوج، إقليم قطبي. طيب ماذا تميز؟ تتكون هذه الصحاري في شمال آسيا وأوروبا، منطقة أوراسيا وأمريكا الشمالية، صار عندنا في القطب الشمالي، أي كلها تقع في الدائرة القطبية الشمالية. كذلك تظهر الصحاري هذه في منطقة القطبية الجنوبية اللي هي أنتاركتيكا، وفي بعض مرتفعات الجنوبية أمريكا الجنوبية. طيب ليش مرتفعات جنوب أمريكا الجنوبية؟ لأنها جبال الأنديز جبال مرتفعة جدا،
فمناخ الصحاري الباردة موجود حتى في الجبال، مش لما تكون فقط في آسيا. صار عندنا الصحاري الباردة، هنا الصحاري الباردة موجودة وين؟ عندنا في آسيا. لا، نكتبها بطريقة أخرى، موجودة مثلا في القطب الشمالي، وفي القطب الجنوبي، وكذلك موجودة في المرتفعات، مرتفعات جنوب أمريكا الجنوبية. خلصنا الآن الصحاري الحارة والصحاري المعتدلة والصحاري الباردة، واضح؟ نعيد الكلام. الصحاري الباردة هي الصحاري الإقليم القطبي، وموجودة شمال آسيا وأوروبا وأمريكا في منطقة الدائرة القطبية الشمالية، وكذلك في القارة القطبية الجنوبية الأنتاركتيكا، وكذلك المرتفعات في جنوب أمريكا الجنوبية. نروح شريحة أخرى ننظر ماذا لدينا. خلصنا الآن الصحاري، حنتكلم عن النباتات والحيوانات الصحراوية، اللي هي نباتات وحيوانات الصحاري الحارة والصحاري الباردة. من صورتها واضحة، هناخذ أول نقطة، النباتات الصحراوية الصحاري. هذه الصحاري الحارة، نباتات الصحاري. تمتاز النباتات الصحراوية بقدرتها على النمو في المناخ الجاف. شوف معايا، مناخ جاف، تستطيع النباتات أن تعيش في المناطق الجافة، ولهذا نجد أن معظم النباتات الصحراوية هي على شكل أخشاب، على شكل أخشاب أو شجيرات قصيرة، أو نباتات شوكية واحدة اثنين، أو سميكة الأوراق، تكون أوراق زي هذه أوراقها سميكة. فصار عندنا النبات الصحراوي يستطيع أن يعيش في المناطق في المناخ الجاف. ليش؟ لأن أما أوراقها على شكل أخشاب أو شجيرات قصيرة، أو نباتات شوكية زي هنا وهنا، أو أوراق سميكة، فتقدر تعيش في المناطق الجافة قليلة الأمطار. هذه أول شيء نتكلم عن النبات الصحراوي. هنتكلم نقطة أخرى الآن، طرق تكيف النباتات الصحراوية مع الجفاف. النبات الصورة اللي قبل شوية كيف يعيش؟ أول شيء عندنا نوع من النباتات تلتف، أو التفاف الأوراق. الورقة بدل ما تكون مستقيمة تكون ملتفة، فالشمس لما تسلط عليها أطرافها لا تصيبها، فتقدر تعيش في رطوبتها، تعيش رطوبتها، وتغطي بعض الأوراق، وبعضها تغطي بطبقة شمعية. بعض النباتات، بعض الأوراق طبقة شمعية تحميها من حرارة الشمس ومن أنها رطوبتها تتبخر. وبعض النباتات أوراقها على شكل إبر، كلها برجع يمه وبجيبها صور لك الآن. أول شيء طبقة شمعية على شكل إبر، وكل هذه وسائل للمحافظة على الماء. ليش الآن النباتات تلتف، ونباتات طبقة شمعية، ونباتات إبرية؟ كلها الهدف المحافظة على الماء، المحافظة على الماء، ما يفقد عملية النتح، وبعضها تختزن الماء في أوراق الصبار. هذا بالنسبة طرق تكيف. امتداد الجذور إلى عمق كبير، إلى عمق كبير وبعيد. امتداد الجذور إلى عمق بعيد، بعض الجذور تكون عميقة عشان توصل إلى الماء وتأخذ الماء. نتكلم عن نقطة أخرى، هذا الصحاري الحارة. الصحاري الباردة تمتاز بوجود فصل صيف قصير، سنة كلها شتاء إلا هي فصل صيف قصير يذوب ضوء الشمس تذوبه، وتنمو الأعشاب زي ما احنا شايفين، أعشاب قصيرة ولكنها ما تعيش. ليش؟ لأن نفس الأرض متجمدة، فما تعيش إلا على شكل طحالب. نروح نقطة أخرى، وخلصنا الحيوانات، خلصنا النباتات، حنتكلم عن الحيوانات. حيوانات الأقليم الصحراوي عندنا نوعين، حيوانات صحراوية حارة وحيوانات صحراوية باردة. حيوانات الصحراوية الحارة كلنا عارفينها، عندنا في بيئتنا سحالي، ضب، أفعى،
سحلية أفعى، وتعرف هذه بالزواحف بذوات الدم البارد. ما هي حيوانات زواحف ذات الدم البارد؟ هي مثلا الأفعى، الضب السحالي، وتستطيع تحمل الحرارة، وبعضها يمتص الماء من الندى ويمتص قطرات الماء من أشجار يعيش على الندى طيب هذا السحالي. طيب الجمل سفينة الصحراء، فيعد أكثر الحيوانات تكيفا. ليش؟ لأنه يقدر يعيش، يخزن الماء جوه فيقدر يعيش ويأكل الأشواك، فذلك سمي سفينة الصحراء. سفينة هذه الحيوانات الصحاري الحارة. حنروح نقطة أخرى، حيوانات الصحاري الباردة هذه بعيدة عنا، حناخذها مثال. عندنا الرنة، الرنة مش موجودة هنا. عندك الكاريبو في شمال كندا، الرنة في أوراسيا، الكاريبو في كندا. عندك من أشهر الحيوانات الدب، الدب القطبي. عندنا الثعلب فوكس، عندنا الذب، الذئب القطبي. هذه حيوانات تعيش في المناطق الباردة ولكنها انقرضت، قضي عليها. السبب في الفراء، فراءها جميل وقوي جدا، فيصطادونه في صيد جائر على الحيوانات هذه، أدى إلى انقراض أكثر الحيوانات هذه في المناطق الباردة، في المناطق الباردة، ويتغذى عليها الإسكيمو، قوم الإسكيمو. هل نروح نشوف حنا ماذا لدينا؟ لدينا المحافظة على البيئة، درس آخر حنتكلم عنه بعون الله الحصة القادمة غدا بعون الله. خلصنا اليوم الأقاليم الصحراوية، تكلمنا عن أسبابها ما هي وأنواعها والنباتات والحيوانات، وحنتكلم بعون الله المحافظة على البيئة وجهود المملكة بعون الله الحصة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد. انتهى الدرس، معكم أستاذ عبد الله ناول نزي، معلم المجتمعيات. السلام عليكم.